حلقة جديدة وحلقة مثيرة في تاني حلقات برنامجنا إحنا والناس. أحب أرحب بزميلتي منى الرفاعي. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا حمادة. إيه موضوع حلقتنا النهاردة؟ حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مواضيع مهمة جدا، وأول المواضيع دي هنتكلم عن الابتلاء. تعرف إن ربنا بيديك الابتلاء على قد تحملك؟ ربنا عارف إنك بطل، إنك هتستحمل، ربنا عارف إنك قدها وقدود، ربنا عارف إنك هتعدي المحنة دي، بس بيمتحنك عشان في النهاية تاخد 10 من 10 وانت قدها، واحنا عارفين انك قدها، انت هتعدي الاختبار. للأسف المحنة دي بتمر بيها انت واهلك وكل اللي حواليك، بس ان شاء الله هتعدي من المحنة دي. عن مستشفى 57-357 نتحدث. طبعا كلنا عارفين ان اكثر المبتلين كان سيدنا ايوب عليه السلام، قد ايه استحمل وصبر، ولكن في النهاية ربنا عوضه الخير كله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. عشان كده بنقول لأطفالنا مستشفى 57-357 والأهلهم كمان: استحملوا، انتوا أبطال، انتوا فعلا نمبر ون الحقيقي، انتوا قد التحدي، صدقوني يا شباب انتوا المستقبل اللي احنا كلنا مستنيينه. وكمان طبعا بنشكر من كل قلبنا إدارة مستشفى 57-357 وكل القائمين عليها، عشان هم ادونا الفرصة اننا نساهم ولو بجزء بسيط جدا في حملة العطاء، حملة العطاء اللي قدمتها المستشفى واللي مستمرة في انها تبهر العالم كله بالامكانيات والتجهيزات اللي موجودة داخل المستشفى والرعاية الطبية ايضا التي فاقت الخيال. فريق برنامج احنا والناس بالكامل شارك في حملة للتبرع بالدم والصفائح الدموية لمستشفى 57-357. ده مش معناه طبعا اننا بنقول لكم وجهوا التبرع او العطاء لمستشفى 57-357 بالاخص، لا، احنا بنقول من هنا انك لازم تخليك انسان، ولازم تخليك انسان ايجابي في اي مكان اخواتك واخواتنا محتاجين لنقطه دم انت بتتبرع بيها وتوديها للمكان اللي انت شايفه هو الافضل، لان بالعكس احنا يعني مقصرين جدا في ناحية العطاء اللي احنا بنقدمها يوميا. احنا دلوقتي هنسيبكم مع تقرير مع مستشفى 57-357 ونرجع نكمل معاكم حلقتنا بعد التقرير ده. النهارده احنا موجودين في مستشفى 57-357، احنا بنحاول نقدم اقل شيء ممكن اي مواطن مصري يقدمه لمتحدي اطفال سرطان الاطفال. احنا يعني التبرع اللي موجود هو تبرع بالدم وبالصفائح الدمويه. النهارده ان شاء الله جيت اتبرع في مستشفى 57، يعني زي اخواتي طبعا اعتبرتهم زي اخواتي، وفكره بقى لنا اكتر من سنه بنيجي هنا تقريبا بانتظام، يعني بنتبرع بالدم زي اخواتنا وربنا يشفيهم كلهم. دايما بنيجي هنا ان شاء الله بنتبرع بالدم والصفائح، لان دايما في مستشفى 57 او في معهد الاورام
بالنسبه للاماكن دائما الموجوده في مصر اللي بتعالج مرض السرطان بانواعه بيبقوا دائما في احتياج للدم والصفائح. أول مرة أجي هنا، صحابك هنا جم كتير وهم اللي كلموني عنها، فجالي فضول إن أنا أجي المستشفى وأشوف. سمعت كتير عن كمية النظافة والاهتمام والرعاية هنا، فحبيت أشوف بنفسي. جزاهم الله كل خير، 57 مستشفى تستحق فعلا كل قرش بتبرع بيه. مفيش هنا حاجة بتاخدها بالفلوس، كله هنا بالمجان. أقول لك إيه، عن 57 بيتهيألي احتوت كل اللي جواها في وقت كان صعب جدا جدا لكل بني ادم دخل هنا. 57 كانت بيت تاني لينا، عشنا فيه هنا اكتر ما عشنا في بيوتنا. انت اقوى من كل ده، وباذن الله باذن الله هتعدوه وهتخفوا وهترجعوا تعيشوا حياتكم، هتكبروا وتحققوا احلامكم كلها. علاج الكانسر مش بس الكيمو اللي بيدخل جسمك، لا، علاجه النفسية اللي انت بتعيش بيها، علاجه ان هو هيخفف. ربنا يشفينا كلنا. تمام كده، احنا تمام؟ تمام. احنا نبدأ دلوقتي نتكلم عن الموضوع بتاعنا. تمام، بعد الفاصل. تمام، احنا لسه في الفاصل. تمام. طيب نشرب شاي ولا حاجة؟ يا ريت. طب هاني فين يا ريس بعد اذنك كده؟ ابعت لي هاني وابعت لي حد. مساء الخير. ازيك يا استاذ ابونا؟ بس طلب من حضرتك خدمه بس. اتفضل. والدي تعبان بس، وكنت عايز اجيب له علاج ومش لاقيه. طب احنا ممكن نخلي الكلام ده بعد الهوا. طب هو شكله تعبان قوي. تعبان قوي الصراحه، ودورت عليك ده. طب معلش، هو ده اللي قابلك الصبح برضه؟ فبس اذنك بس. طب معلش نشوفه. لا على لحد ما الفاصل بس يطلع. معلش. طب معيش حد؟ دورت عليه كتير الصراحه ما لقيتوش. يعني هو ده اصلا ده علاج موجود في التامين مثلا؟ والدك بيتعالج في التامين او حاجه مش لاقيه، ولا انت مش لاقيه بره ولا ايه؟ مش لاقيه بره، لفيت عليه كتير مش لاقيه. يعني ممكن اي حد من المعرفه. معلش. طب بس كده، بس احنا كده احنا هنتاخر. طب انت معلش تعبان استاذ حضرتك بس. تمام استاذ حماده هيشوف لك دلوقتي. انا مش هينفع احط السماعه لو ودي نشوف. السلام عليكم. ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ استاذ حماد، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. حبيبي يا ريس، الحمد لله في نعمه. الحمد لله يا ريس. بقول لك يا ريس، في علاج اسمه التروكسين 100. طيب ده بتاع هو بتاع الغدد؟ غدد. بتاع الغدد يا دكتور. ايوه. هو العلاج ده موجود ولا ناقص ولا ايه؟ هو العلاج ده ناقص من سوق شويه كده، وفي مشكله يعني، بس تحت امرك بتمن. يعني هو يعني احنا محتاجين منه اي حاجه، بس عندنا معده عندنا في قلب القناه، وبيقول هو بيلف عليه جدا. هو مفيش مشكله، هو يلزمك يعني؟ يعني طبعا. طبعا على فكره انا دلوقتي بكلمه وانا فاتح السبيكر قدامك يعني. الله يستر. ما تحرمش منك يا دكتور، ما تحرمش منك يا دكتور. انا كان عندي قلبتين كده عينه من الحبايب. تمام. ايوه هو ده. مش مشكله. تمام. طب بص يا دكتور، يعني طب انا يعني هبقى اديك رقمه حتى واتس كده بعد الهوا، عشان عندي دلوقتي هوا كمان دقيقتين وتتواصلوا مع بعض. مفيش مشكله يا استاذ حماده. حبيبي يا دكتور. بس كان في طلب صغير كده يا استاذ حماده بعد اذنك. أمرني. لو ينفع يعني، أنا كان ابني بس عايز أديله المدرسة اللي هو فيها، لأن هو المدرسة مستوى التعليم فيها مش كويس، والمدرسين يعني بتغيب كتير، فكنت عايز أنقله مدرسة تاني. فالموضوع طلع صعب وكده، ومحتاج واسطة، يا إما تأشيرة من المحافظ. فلو حضرتك تقدر تعمل لي الموضوع دوت، أنا عارف إن أنت علاقتك كويسة.
طيب تبقى كل شاكر لحضرتك يعني. حاضر يا دكتور، حاضر يا دكتور. طب انا هكلمك بعد الهواء يا دكتور، وان شاء الله حد من حبايبنا يعني يخلص الموضوع ده باذن الله برضه. باذن الله. خلاص ماشي، نتصل بالتليفون كمان. ماشي ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور، ما تحرمش منك يا دكتور. شكرا جزيلا، شكرا. ماشي السلام عليكم. ماشي يا استاذ، هو ان شاء الله بعد الهواء بس كده، بس عشان الوقت ضيق بس معلش. هديك الرقم وتوصل معاه وهو هي. بشكر حضرتك. ايوه تمام. طيب استاذ ايه يا ريس؟ انت هو على فكره انت بتهزر. ايه يا ريس يا جدع؟ ايه يا ريس بس؟ انت بتهزر. طب اطلع يا ريس بعد اذنك. ايوه لكم تاني عشان نتكلم عن موضوع مهم جدا في مصر، هو اللي احنا شفناه دلوقتي، أزمة الضمير في مصر. اللي حصل حالا واللي حضراتكم شفتوه طبعا مش حقيقة، لكن حبينا نطلعه بشكل طبيعي على قد ما نقدر. لكن ده هو اللي بيحصل فعلا، والأسوأ من كده بكتير بنشوفه وبنقابله كل وقت وكل دقيقة. عندنا مشكلة كبيرة في بلدنا اسمها الفساد وانعدام الضمير. لو حبينا نتكلم عن تعريف الضمير وإيه مقاومات الضمير وإيه الأسباب اللي أدت لانعدام الضمير والأثار السلبية على المجتمع اللي نتجت من انعدام هذا الضمير، لازم الأول نعرف يعني إيه ضمير. الضمير هي حاجة جوه الإنسان بتخليه يتحمل ويقدر يفصل بين الحق والباطل، بين الصح والغلط، بين اللي مفروض يتعمل واللي ما يتعملش. حاجة كده ربنا خلقها داخل كل إنسان بيبقى مولود بيها، ما هياش حاجة مكتسبة، لا هي بتبقى في الحقيقة فطرة الإنسان، بس في اللي بيصحيها وبينميها وفي اللي بيموتها ويقودها. يعني ما ينفعش مثلا نقول إن في شخص اتولد من غير ضمير مثلا. لو جينا بصينا لما تعنيه بعض المجتمعات وخصوصا المجتمع المصري من التردي وسوء الأحوال، هتلاقي ده كله بسبب موت الضمير لدى أفراد المجتمع. ضمير الإنسان يا جماعة هو قلب نابض ويقظته جزء لا يتجزأ من حياة قلبه، فالقلب الحي هو صاحب الضمير الحي. قبل ما نبدأ مناقشتنا النهاردة وموضوع حلقتنا باستفاضة، تعالوا نتعرف مع بعض على رأي الناس في الشارع، وهل الفساد هو وليد اللحظة ولا الفساد متأصل فينا كأفراد داخل المجتمع؟ نشوف التاري. طبعا في نسبة كبيرة فيها عندها ضمير، بس بنعاني من المشكلة دي، يعني من قلة الضمير شوية. لا اي مؤسسه فيها فساد بس بنسب متفاوته، يعني في فساد بس الحمد لله في الفتره الاخيره قلت نسبه الفساد شويه. جميع المؤسسات الحكوميه فيها فساد لركب مصالح وقف عشان محسوبيه. مين اللي بيخاف من ربنا الا ما رحم ربي؟ لا والله في ناس ما بتخافش من ربنا سبحانه وتعالى، ان رغم ان يوم الدين هنفضل يوم الدين ان شاء الله بسم الله مصر محروسه. ده اللي انا شايفه، اللي انا شايفه ان شاء الله مصر هتفضل محروسه على طول، لان مصر ذكرت في القران كم مره جد يعني، فهتفضل مصر محروسه. الحق دي ما لناش دعوه بيهم ولا يصلح لنا وحالهم، لكن والوحشين برضه ما لناش دعوه بيهم ولا يصلح لنا وحالهم. اللي هيحاسبهم ربنا، احنا مش هنحاسبهم احنا، اللي هيحاسبهم ربنا. اما لينا كلنا احنا كبشر باذن الله هنفضل واقفين ورا مصر لما اليوم الدين، هنفضل واقفين ورا مصر ورا رئيسنا برضه. انا واحد من الناس احسن رئيس نزل لي. يعني شايف اول حاجه عندنا مجلس الشعب ما عندوش احد الضمير. المستشفى عندنا بقى لها 4 سنين خراب، وضحكوا على الموظفين وخدوا معداتها من البلد
ومشروح ولا هتتصلح هتتصلح وهتتبنى من جديد. لحد الان يا ريس بقالنا 4 سنين بنجري على المستشفى محدش قادر يعبرنا. الوصة موجودة لحد الان، الوصة ما خلصتش، الوصة ماشية، الضمير موجود. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزن اعمالكم قبل ان تزن عليكم. بيبقى واحد وحش ما يبقى وسط الدنيا كله، صح ولا لا؟ الخير موجود فيها وفي امتي الى يوم القيام. مصر فيها خير؟ لا، الحكومه ما فيهاش فساد. لو فيها فساد ما كانتش قامت الدوله. انا ما عنديش واسطات، هو ربنا مسهل لي في طريقها على طول. عشان طالما انت ماشي مع ربنا، ربنا ماشي معاك. امال كده بتلعب بديلك، هو ربنا يعملك ازاي؟ لو لك معرفه في اي مصلحه حكوميه وجاي من عند البيه هيقوم في ثاني. لو انت بتضرب البطاقه بتاع الفلوس عشان تقبض الشهر بتاعك من الماكينه والماكينه ما طلعتلكش الفلوس، هتقوم جاي رايح البنك تقول لهم، يقول لك اتصل بخدمه العمر، تروح للمدير يقول لك يا باشا انت ضارب المكنه انا ايه؟ روح اضرب من اللي انت جبتها ما عنديش. تقوم جاي رايح مثلا ايه داخل للمدير جايب له وسط، اتفضل يا سعاده الباشا تشرب ليمون ولا تشرب قهوه. احنا اتنفينا، بس احنا لينا رب، والرب ده هو هيطلع لنا تاني زي عبد الفتاح السيسي لما طلع لمصر. في انت تبع وسطك فلان وفلاني، اتفضل تخش. انت مش تبع فلاني، يقول لك اتركك. مير موجود بس يعني نسبه بسيطه شويه، مش كتير يعني. يعني ممكن تقدر تقول التلت عنده ضمير والتلتين عنده مش ضمير، ممكن يعني نسبه بسيطه من الجيل السابق اللي قبل كده يعني. لكن الدوله بتبذل مجهودها في كل حاجه يعني، حاجات كتير. بس العيب ممكن تقدر تقول يعني مننا برضه، من الشعب برضه، العيب فينا احنا برضه. في ناس عندها اخلاق واسلوب، يعني ادب في الاسلوب وكل حاجه، وفي ناس ملهاش لازمه خالص في الحياه. كلمه حياتي تتقال يعني، كل حاجه بالقرش، اللي حابب يدفع القرش في الدرج يجي لك اللي انت عايزه. ضمير. وفي ناس عندها اخلاق انها ما تمدش ايدها لحاجه زي كده، وفي ناس ما كانش بالقرش ما تمشيش. بس بالواسطه ماشيه، بالرشوه ماشيه، يعني مش ما بتقفش الحياه، ما بتقفش. انا عايزه اقول يبقى في شويه ضمير. كل واحد مرتشي يبقى لازم يبقى عنده ضمير شويه. ممكن اقول لك انا ما خدتش، هو اللي بياخد ياخد يشرب يقول لك انا خدت. مره الراجل ده انا كنت بقدم له صف ظابط في الجيش. بيقول لي الضمير ده، الراجل ده راجل رياضي وراجل بيشيل حديد وراجل كويس. فانا حبيت اقدم له صف ظابط في الجيش. لما جيت اقدم له انا ابن ده جاب عد 33 عد ضغط، اللي جاب واسطه واحده نجح، ده سقطه. ده قيمة الضمير عشان واسطه، ما هو ده قيمة الضمير. في حاجه كمان الضمير، يعني في حاجه زي مثلا التمويل، في حاجة قلت اسمها انا شلت لك اتنين علشان انت عندك عربيتين. انا واحد من ضمن الناس جوزي عنده عربية، شايله البنت عربية. طب بنتي ما عندهاش عربية، ازاي تشيلها من التموين عشان عندها عربية؟ طب هي ما عندهاش عربية. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل موضوع حلقتنا النهاردة، هو انعدام الضمير واثاره السلبية على المجتمع. انا سألت نفسي سؤال مش عارف الاقي له اجابة، ليه الإنسان يوصل لدرجة إنه يكون ما عندوش ضمير؟ إيه اللي هيعود عليك لما تبقى مرتشي مثلاً؟ أو تفقد إنسانيتك؟ أو تبيع ضميرك؟ عشان إيه؟ عشان فلوس أكتر؟ عشان نفوذ أكبر؟ عشان تشوف ابنك دكتور أو مهندس؟ أنت فعلاً هتشوفه، بس كده هيبقى بالحرام. للأسف عندنا حالات كتير من انعدام الضمير، وطبعاً إحنا مش بنعمم. عندنا بعض الموظفين الحكومة اللي بيروح يمضي ويمشي، وفي بعض المواطنين اللي بيروح يخلصوا ورق في المصالح الحكوميه، تروح للموظف عشان يمضي لك ورق يقول لك ايه الجمله الشهيره اللي معروفه في مصر، فوت علينا بكره يا سيد. برضه عندنا يا استاذه منى، عندنا بعض المدرسين اللي ما بيشرحش بضمير في المدرسه عشان الطلبه تروح تاخد عنده وما تاخدش اعمال السنه غير لما تروح عنده السنتر. في برضه بعض الدكاتره اللي في المستشفيات الحكوميه اللي هي مجنين، لما انت تروح تكشف ما بيخلكش تكشف كويس، أو بيخليك تضطر تروح تكشف عنده في عيادته الخاصة بالسعر اللي هو بيحدده. وللأسف كمان يا حمادة عندنا بعض الحالات، بعض الإعلاميين عفوا، اللي بيشتغلوا على حسب أهوائهم الشخصية ومصالحهم. عندنا حالات كتير جدا عاوزة حلقات وحلقات عشان نفرد لها حديث. إحنا للأسف أصبحنا في بؤرة من الفساد وانعدام الضمير، وهنرجع نقول زي ما قال الفنان القدير الله يرحمه أحمد زكي، كلنا فاسدون ولا نستثني أحد. انت يا استاذه منى تفتكر يعني خلينا كده نتكلم كده ونناقش مع الجمهور، يعني ايه اللي بيخلي الانسان فاسد؟
والله اللي بيخلي الانسان فاسد في بعض الاشخاص اللي هم عندهم حب الطمع وحب المال. للاسف الاشخاص دي احنا مش بنتكلم عليهم دلوقتي. انا شايفه دلوقتي ان الفساد موجود في المؤسسات علشان مفيش قوانين موجوده تحكمهم. فالمسؤولين بيضطروا ان هم يعني يبقوا مرتشين بالدرجه الاولى عشان مفيش حد يحكمهم، او احنا تعودنا ان احنا لازم حد يمشينا في البلد. يعني هو يعني انا لازم اكون يعني القوانين بس هي اللي بتحكمني، ولا لازم الضمير هو اللي يحكمني؟ والله هو احنا شايفين دلوقتي ان الضمير ده تقريبا 25% من الناس عندها ضمير. كل حاجه دلوقتي الناس كلها همها دلوقتي الفلوس، ده اللي انا شايفه. يعني هي المصلحه الشخصيه هي اللي بتقوم على المنفعه العامه في الاخر، يعني في النهايه دلوقتي لا، الشخصيه طبعا، الشخصيه هي اللي بتفوز طبعا. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه مع الشيخ وليد حمامه. يا مرحبا يا فندم. ازيك يا شيخ وليد؟ يا مرحبا. ايه رايك في موضوع الحلقه؟ ايوه، موضوع الضمير ده موضوع مهم جدا جدا جدا. احنا بنسميه عندنا في الدين او في الشرع اسمه المراقبه، مراقبه الله عز وجل. تمام. شيخ وليد خلينا نسالك، هل في المجتمع ناس بلا ضمير؟ السؤال ده يعني اجابته وانت حضرتك اتكلمتي عنها من شويه لما قلتي ان فيه اطباء بلا ضمير، لما قلت فيه مدرسين بلا ضمير، لما قلت فيه للاسف انا مش هقول اطباء ومدرسين ومهندسين والفئه المتعلمه او الموظفين، لا ده انا هقول فيه اصحاب مخالص بلا ضمير، انا هقول فيه فلاحين بلا ضمير، انا هقول فيه صناعيه بلا ضمير، وده نموذج موجود كبير جدا في المجتمع. لكن انا مش هخلي الصوره ضبابيه، مش هخلي الصوره ضبابيه، ولكن هقول ان لسه في ناس عندها ضمير، ولسه في ناس ضميرها حي، ولسه في ناس بتخاف من ربنا. فبقول من مات ضميره استباح الحرام، من مات ضميره استباح الحرام. وللاسف الشديد لما واحد يستبيح الحرام مش فارقه معاه، مش فارقه معاه كل اللي جاي ده من حلال من حرام من ايه، هو اهم حاجه عايز ان هو يملى بطنه من الحرام ويملى بطون اولاده من الحرام. وطبعا لكل اللي استباح الحرام بنقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ايما جسد نبت من حرام فالنار اولى به، ايما جسد نبت من سحت فالنار اولى به. لذلك الاحرى ان كل واحد يتحرى الحلال. كانت وصيه النساء زمان لما جوزها يطلع من البيت ما كانتش تقول له انا عايزه زي فلانه او عايزه زي علانه او انا عايزه الانتريه الفلاني او انا عايزه الثلاجه الفلانيه، لا، تقول له ايه؟ اتق الله فينا ولا تطعمنا الا من حلال، فاننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب النار يوم القيامه. هو ده كان النموذج اللي سايد، عشان كده لما اكلوا حلال اصبح المجتمع كله مجتمع صالح. يعني على سبيل المثال الامام البخاري لما نام ابوه على فراش الموت، جاء البخاري وراه اخوه فقال له: يا بني جمعت لك الف الف درهم ما فيهم درهم من حرام ولا فيه شبهة حرام. الله. ما فيه درهم من حرام ولا شبهة حرام، فنقول اتقوا الله ولا تأكلوا إلا من حلال. طبعا عندنا سؤال كمان يا شيخ وليد، يعني إيه دور التوعية الدينية في تغيير المفاهيم والحث على إعمال الضمير في مصر؟ نعم، التوعية الدينية لها شقين. أولا جانب الإعلام، لان طبعا دلوقتي في الاونه اللي احنا فيها الناس كتير جدا، يعني المساجد اصبحت اعدادها قليله، لكن المنابر الاعلاميه كوسائل الاعلام والقنوات الفضائيه فيها مساحات كبيره جدا ومساحات مسموعه. فانا اقول يجب تخصيص مساحات للدعاء لكي ينشروا هذا الوعي حتى يصلوا الى الناس في بيوتهم، يصلوا الى الناس في بيوتهم. واقول برضو ان في كما قلنا ان هناك اناس يعملون من اجل المال، فاقول ايضا هناك بعض الدعاة، ولا اعمم، فالخير في امه النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بعض الدعاة. يعني انا سمعت من بعض الدعاة بيقول في مره من المرات: لو انا ما قبضتش مرتبي مش هخطب الجمعه، لو انا ما قبضتش مرتبي مش هخطب الجمعه.
طبعا انا اقول لهذا ولامثاله اننا نتقاضى الاجر لا على الدعوه الى الله، وانما نتقاضى الاجر على حبس الوقت فقط. اجرنا ومرتبنا الذي نتقاضاه ليس على الدعوه، وانما الدعوه لا يعادلها اي شيء. الله يقول في القران: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، فنحن نتكلم باحسن الكلام. اذا فهذا ليس الاجر، هذا ليس على الدعوه ولكن على احتباس الوقت. ثم اقول للدعاء فضل. ثم اقول للدعاء فضل. علينا جميعا ان نتكاتف من اجل ان يعود الناس الى ربهم، وان يجنبوا جانبا يغلبوا جانبا اكل الحلال باذن الله ان شاء الله. متشكرين جدا الشيخ وليد حمامه الداعيه الاسلامي، شكرا جزيلا لحضرتك. زي ما قال الشيخ وليد ان مش بس المسؤول هو اللي عليه العامل الاساسي على الضمير ويعمله الضمير، كمان المواطن. يعني احنا بنشوف اللي بيسرق كهرباء من ورا العداد هو مين؟ مواطن. اللي بيقطع الخطوط في المواصلات عشان ياخد ثمن الاجره مرتين ده مواطن. المسؤول اللي بيفتح الدرج وبياخد رشوه مش ده برضه مواطن؟ ما هو مواطن. هو مين اللي بيغش الاكل والشرب والمخابز زي ما قال الشيخ وليد؟ مواطن. المؤسسات هي عباره عن شويه جدران واعمده، حتى الموظفين الفاسدين داخل المؤسسات دي سواء بقى من موظف صغير لغايه وزير دول كلهم مواطنين. طب ليه المواطن في الشركات الخاصه بيمشي زي الالف وبيحضر في ميعاده زي ما اتكلمنا من شويه؟ طب هنكمل استاذ منى معانا مداخله تليفونيه، نقول الو. السلام عليكم، ازيك يا استاذ حمال؟ وعليكم السلام، اتفضل عرفنا بنفسك. محمود ابو زيد يا باشا. ازيك يا استاذ محمود؟ عامل ايه؟ الله يبارك في حضرتك يا استاذ محمود، اتفضل. ايه راي حضرتك في موضوع النهارده، موضوع الضمير؟ موضوع الضمير يا باشا، يعني اذا كانت من موظفين او من رؤوس اقسام او من رؤوس شركات، يعني كل حاجه ظلم في ظلم، زي الكهرباء والميه والغاز، مفيش حد بياخد قراءه، العدادات ميه والعدادات كهرباء. وبالنسبه للمواطن، المواطن غلبان، هيدفع ازاي؟ يعني مثلا واحد اجره 1000 جنيه، هيدفع سكن ولا هيدفع كهرباء ولا هيدفع غاز؟ الناس هتجيب منين؟ والمواطن كده كده يعني انت عارف يا استاذ حمادة، يعني انت ابن الارضيه وابن بنيه المحله، فعارف الشركات ظالمه يعني. بنشكرك يا استاذ محمود، شكرا جزيلا. احنا برضو يا استاذه منى، يعني الفرق ما بين المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الخاصه، المؤسسات الحكوميه واللي الناس اللي موجودين فيها ليه ما بيعملوش الضمير بتاعهم، او بيبقى فيهم عدد كبير قوي من الناس اللي ما بتعملش ضمير، على العكس من الشركات الخاصه او المستشفيات؟ انا شايفه ان الشركات الخاصه بيكون ليها قوانين صارمه اكتر من الشركات العامه او المؤسسات العامه. تقريبا في الشركات الخاصه بيكون مرتبك على قد مجهودك، لكن للاسف في المؤسسات الحكوميه بيكون عارف ان كده كده في اخر الشهر هياخد مرتبه. هو انا بختلف مع حضرتك، لان المرتبات دلوقتي ليها حد ادنى وليها حد اقصى، بمعنى ان اي حد في عمل عام او في عمل حكومي هو برضه بياخد عمل مجزي، حتى لو العمل اللي انت بتاديه مش عاجبك، في غيرك مستني ان هو ياخد الوظيفه دي. طب ما هو حضرتك هو بيحضر اصلا، ياما تكملش في شغلانتك. طب ما هو اصلا بيحضر، ممكن بيحضر زور، يعني انا النهارده اعرف المدير: حبيبي معلش صباح الخير، بس النهارده بس خالتي بتغسل، انا مش فاضي اجي النهارده انا الشغل، وغيره وغيره وغيره. فهو اصلا كده كده لان عارف ان هو، او زي ما بنتكلم مع اي موظف يقول لك انا اصلا مش واخد حقي، فبضطر ان انا اعمل كده وما احضرش علشان اطلع اشتغل بره، علشان اقدر اكفي يعني مصاريف بيتي. انت ممكن تشتغل شغلك الحكومي عادي وتكمل شغلك بره، وده برضه تعمله بما يرضي الله، زي ما انت هتعمل الشغل التاني بما يرضي الله. ما هو لو في ضمير، ما هو لو في ضمير ده احنا بنتكلم عنده، يبقى هي المشكله مش مشكله مستشفيات حكوميه ومستشفيات خاصه او شركات خاصه. لا، هو هي الفكره في وجهه نظري انا ان هو من امن العقاب اساء الادب. ما فيش موظف في الحكومه اذا ثبت ان هو ضميره غير حي ان هو على طول فورا سيفصل، لا، ده بيتحول اداري وبعد كده يتعمل تحقيق، وفي الاخر يضطر التحقيق اللي هو مش هيفصله، لا، ده هو بيقدمه شهر او نص شهر او 3 شهور. انما في الاماكن الخاصه
اللي ماسك المكان الخاص او صاحب المكان الخاص هو ما يلزموش غير مصلحته، فانت نافعني اوكي، مش نافعني مع السلامه. عشان كده انا بشتغل. ما هو ده ماشي. يبقى احنا الفكره معانا مين ريس؟ معانا الفلاح من كفر الشيخ. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ ازيك ازيك يا استاذ فلاح؟ الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. ايه رايك في موضوع الضمير في مصر، واحنا وصلنا ايه في مصر من اعمال الضمير؟ انا هقول لحضرتك في كلمتين يا استاذ حمادي، هم الخلاصه يعني. معلش يعني اتفضل. انا راجل يعني في ريفي جيران، عنده فدان واثنين وثلاثة، وعنده بلطرين ثلاثة، وفي حاجة اسمها تكافل وكرامة كده مطلعها الرئيس. هم عشان الموظف دي كده وهم ملوه ملأ يعني عمل غلط وادالهم 10 وادوله 10 جنيه 20 جنيه، لأن ما عندهمش ثلاجة وما عندهمش مش عارف إيه وكلام، وبيقبضوا كل شهر تمام، والدنيا كلها كده وماشية كده، ومصر مديونة، وإحنا دارين بنهابه بنهابه في البلد كده، ومحدش عنده فعلا ضمير. لكن أنا عايز أقول لحضرتك على كلمتين. حضرتك الدول الاوروبيه والدول وامريكا واليابان والبلاد دي ما عندهمش لا ضمير ولا مش ضمير. هو في حاجه اسمها احنا بقى خلاص احنا عايزين يعني، انا لما يبقى عندي مثلا البلد مثلا في المدينه ومحلات مثلا وكلام من دي، انا ما اعمل غرامات زي التجار اللي بقلح سيجاره مثلا في عربيه في القاهره ولا هنا بياخد غرامه، ما اعمل غرامات. اللي يرمي جيش موز لمؤاخذه يرمي مش عارف ايه ما ياخد غرامه على طول، المحل اللي قدامه الشارع يمسك اللي بيرمي بيه وبيرمي الزباله بيه يقول له تعالي، لان انا دلوقتي مش هتقول لي ان انا البلد كبيره وكلام ده، البلد بتدي لكل مواطن خمس رغيف عيش لحد باب الدار، بتعلق له خمس رغيف لحد باب الدار. يعني عايز قوانين دافعه على طول على اساس ان مفيش حد يعمل غلط ولا كلام من ده. الموظف اللي يتمسك بياخد رشوه يتريفد على طول، ايه المشكله يعني؟ طب لو احنا يا استاذ فلاح، انا اسف لمقاطعتك، يعني لو احنا دلوقتي في تفعيل للقوانين فعلا موجوده، واللي هيعمل حاجه غلط هيتاخد او هيتعمل له قضيه او الى اخره، يعني مش ممكن برضو هنشوف ان احنا مثلا عارفين واحد ذات سلطه كبيره هنكلمه في التليفون ممكن يخلصنا من الموضوع ده؟ يعني برضو احنا مش هنخلص من موضوع المجاملات وانعدام الضمير، يعني احنا مش هنخلص منه. مظبوط يا استاذ حماد، انت كلام حضرتك مظبوط، لكن انا بكلمك على الدول الثانيه ما عندهاش ضمير اللي عندها دين اساسا، واخد بال حضرتك؟ ماشيه تمام التمام، ما تقدرش تعادل في كده وهو مش ممشى للمشاه، لازم يلف لفه لو يلف نص كيلو عشان خاطر يعدي من الطريق الاساسي. هو انا برضه معلش برضه هو احنا عندنا موظفين وعندنا جمعيات وعندنا، انا بعرضك برضو معلش يا استاذ فلاح، يعني انت حضرتك بتقول ان في امريكا او في الدول الاوروبيه ما يبقاش فيها ضمير، يعني هو الضمير دوت يعني معناه اصلا الاكاديمي ان هو حاجه بتعرفك الصح من الغلط، يعني اكيد برضو في الدول الاوروبيه في ناس حاطه ان منفعتها الخاصه زائد منفعه دولتها، يعني حاطط في اعتباره الاثنين. في مصر البعض برضه بيشوف برضه بيحط منفعته الخاصه زائد منفعته العامه. احنا بنقول يا استاذ حماده انا بتكلم على ان احنا، لا معلش انا بتكلم على ان احنا دلوقتي وصلنا لان احنا يعني عمليتنا دلوقتي عمليه الدين والحاجات ديت بقت دلوقتي الائمه والكلام ده كله بيقول لك ان احنا خلاص يعني ما عادش عايزين قوانين بقى مع الدين، قوانين علشان خاطر ترضعنا شويه وتحكمنا وخلينا نرجع زي ما انا. انت بتقول لحضرتك ان في ناس بتسرق كهرباء من عبادات وكلام من ده، يبقى في الموظف اللي طالع ده بيقبض مرتبه ده يراعي مرتبه على اساس ان احنا الميه اللي معديه علينا دي لمؤاخذه يعني بنسرق من ايه؟ انا من لمؤاخذه ما يموتش عندي مثلا حاجه بهيمه كلام من ده واطلع ارميها في المي، حمام مثلا اطلقه في المي، يبقى ده كله اطلقه في المي وارجع اخد المي احط اروي الزراعه ياكل مني اروي تمام. اطلق طرفي واشرب من المي، ايه يعني ده؟ دي ثقافه. انا بقعد اسمع الفيلم كده ساعتين واقعد مسلسل 30 يوم، ما تقول لي على الشاشه كده اعمل كذا وخلي كذا ومن عملت كذا هيبقى كذا ومن عملت كذا هيبقى كذا، واخدعني كده عرفني الصح من الغلط كده، انما انت بتسمع مسرحيات وافلام ومسلسلات والدنيا مقلوبه علي وانا قاعد كده قاعد بسمع وعيالي كلهم قاعدين واخد بالهرسيه والتلوث والميه
والاكسجين في الهواء برضه متنايل بالسرير. وانا يا استاذ حماده انت فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه. احنا عايزين قوانين يعني اللي يعمل حاجه يتحاسب اول باول. واحنا بنضم صوت واحنا بنضم صوتنا مع صوتك يا استاذ سلاح. فعلا لازم قوانين رادعه جدا، بس برضه قبل القوانين لازم يكون في اعمال للضمير من الداخل. بالظبط. شكرا يا استاذ. شكرا جزيلا. هو ده السبب اللي احنا وصلنا له، هو انعدام الضمير والقيم الجميله اللي كنا بنعيشها زمان، زي الحق والخير والجمال والقيم المطلقه. يا ريت نرجع نغرس دي في ولادنا عشان نرجع نعيش تاني في حب ونساعد بعض من غير ما يكون في واسطه ولا محسوبيه ولا كوسه. فعلا يا استاذه منى، يعني زي مناقشتنا اللي احنا ناقشناها دي، فعلا في مشكله حقيقيه في المجتمع المصري وفي كل شبر من اراضي مصر. الصوت اللي احنا بنجتمع عليه مع اختلاف انواع الشكاوي، هنلاقي ان شكوى واحده وهي ان في انعدام ضمير انتشر في الاونه الاخيره، وان محدش واخد حقه في البلد، وغالبا احنا بنبقى بنربط الفساد بالسلطه. طب خلينا نقف لحظه كده ونفكر مع بعض بصوت عالي، ايه هي الدوله؟ طب استاذه منى معلش، معانا سمير من الغربيه، شكل المكالمات كتيره. استاذ سمير السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حماده ازيك؟ استاذ سمير منور الدنيا. الاول باشا مبروك للبرنامج ومبروك ليكم. ربنا يخليك يا استاذ سمير. ان شاء الله كده. رايك يا استاذ سمير في حل مشكله انعدام الضمير او غياب الضمير في مصر؟ انعدام الضمير المشايخ اتكلموا من سنين ومفيش جدوى. الاعلام اتكلم من سنين ومفيش جدوى. فالحل بقى سياسيا دلوقتي في ميكانه الدوله. تمام. اللي هو النهارده في بصمه في المدرسه، المدرس هيتابع الحضور والانصراف بتاعه. طبيب هيتابع في المستشفى الحضور والمصابات بتاعه. تمام. فالدوله بتعمل النهارده على ميكانه الدوله اللي هو نفس السيستم الموجود في البنك. فمن هنا يعني الدوله بدات بقى تدي الحلول، سابت الحل للمشايخ مفيش فايده. التربيه والتعليم طبعا مفيش جدوى، مفيش تربيه النهارده ان انت تعلم ابنك يعني ايه ضمير ويعني ايه التزام ويعني ايه احترام الوقت والكلام ده كله بسبب حاجات كتير. ف يعني نداء للدولة النهاردة، أسرعوا في ميكانة الدولة. هنقضي على الفساد، هنقضي على الرشوة، هنقضي على المحسوبية. النهاردة المرور النهاردة بتبقى مخاطبك بالفيزا بالحساب بتاعك، ما عادش في مجال تتعامل ماديات مع أي موظف. الموضوع فيه بس برضه فيه فساد وفيه أزمة ضمير. يعني يا أستاذ سمير رأي حضرتك إن إحنا هندخل التكنولوجيا في محاربة الفساد وانعدام الضمير، وان الدوله تقرص مجهوداتها للقضاء على ذلك. اوروبا دلوقتي يا فندم، اوروبا دلوقتي موجود فيها مفيش دين. هنقول ناس هناك بلا دين او بلا دين اسلامي تحديدا. مسلمين وما عندهمش ضمير وما عندهمش رشوه وما عندهمش فساد وما عندهمش الكلام ده. صح كده؟ تمام يا استاذ. ما بيسمعوش لخطب دينيه ولا خطبه جمعه ولا الكلام ده كله. بس عندهم خطب نظام وملتزمين. اشتغلنا في شغلهم على اجانب موجودين. بنشوف فيهم الالتزام والحضور امتى والانصراف امتى والكلام ده كله. فالموضوع مش مرتبط الا بسيستم في الاول تمشي على حياتك. طيب. متشكرين يا استاذ سمير، شكرا جزيلا. على فكره يا حماده، كمان الدوله واخده مسار الاصلاح ومحاربه الفساد. تمام. من خلال جهاز الرقابه الاداريه اللي اصبح دلوقتي من اقوى اجهزه الدوله، اللي طبعا بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن مش لازم نحط الحمل كله على الدولة، لازم نتبنى حملة ابدأ بنفسك. الحملة دي هيطلقها برنامجنا ابدأ بنفسك وصحي ضميرك. لازم حل المشكلة ده يبدأ من الأسرة، وإن أنا لازم أربي ولادي على الحلال والحرام، على الصح والغلط. احنا فاضل لنا 4 دقايق، المخرج بيقول يعني خلاص، بس احنا هنقول رسالة بسيطة وجملة مفيدة جدا احنا هنقولها من خلال برنامجنا. الضمير يا جماعة هي السلطة اللي موجودة جوه كل فرد فينا، هي اللي بتحركه للصح وللغلط. للأسف احنا قلنا في المناقشة دلوقتي اننا عندنا اي مبرر للغلط. لما بنيجي نعمل غلط بيبقى عندنا مبرر جاهز لكل خطأ بنعمله، وبنلغي كل الحواجز اللي موجودة بين الحلال والحرام، وبنولي مصلحتنا الشخصية على المنفعة العامة حتى لو جينا ودوسنا على غيرنا وعلى مصلحته. المهم بيبقى في الاخر مصلحتي وبس. برضه مش هنقول كل الناس ما عندهمش ضمير، لا، في كتير وكتير جدا مؤمنين بسلطه الضمير الحي. بس برضه في ضمير غايب عند ناس كتير تانيه في كل المواقع
إذا كان مواطن عادي بسلوكياته أو فرد مسؤول زي التاجر أو المصنع أو المصنع بغشه أو فرد من أفراد المجتمع أو فرد مسؤول بتجاوزاته أو مسؤول بيبقى منفض إيده أصلا من حساب أي موظف تحت منه أو صاحب سلطة بيستعرض سلطته أو ضمير مهني غايب وهو بيقدم خدمة لمواطن. أي شخص بيجامل شخص على حساب شخص تاني ده شخص منعدم الضمير. طبعا يا جماعة ده كله بيأثر على الفرد اللي بيتظلم وبيتعب وبينداس وبرضه بيأثر على مجتمع بالفساد وبيضيع منه مبدأ العدل والمساواة فيه. فلو رجع الضمير الغايب ده هيرجع معاه العدل، هيرجع معاه الأمن، هيرجع معاه الاطمئنان. مش هيبقى في حاجة اسمها اللي ليه ظهر ما ينضربش على بطنه، لا، هيبقى اللي ليه ضمير ما ينضربش على بطنه، عشان مصر هتمشي في طريقها الصحيح نحو البناء والتغيير. مش عايزين تطبيق سياسة العقاب الرادع لأي حد مهما كان سلطته، اللي احنا بقينا بنشوفها دلوقتي بنلاقي عقاب لأي حد موجود في مصر إذا كان أخطأ، إذا كان وزير أو كان رئيس بيتحكمه ومفيش حد فوق العقاب. فلازم نعمل الضمير، نعمل الضمير في كل شيء. عشان كده لازم نربي أولادنا ونغير سلوكياتهم للأفضل، ونعرفهم الفرق بين الحلال والحرام، نعرفهم الفرق ما بين الصح والغلط. لازم نعرف مؤسسات مصر التربوية ان هم يتجمعوا كمدارس وجامعات ومساجد وكنائس، واحنا كإعلام ان هم ينشروا القيم والأخلاق ويغرسوا فيهم حب العمل وإتقان العمل، وانهم قبل أي شيء يرضي ربنا في كل شيء بيعملوه، لأن قبل ما يكونوا أهل علم وأهل ثقة وأهل خبرة احنا عايزينهم يكونوا أهل ضمير، لأن إذا ضاع الضمير هلك المصير. السلام عليكم.